عبودة، الناس كما برشا كل واحد كيفاش يسميك أيمن عبد النور. احنا نقول اللاعب المنتخب المتألق في لا ليغا الإسبانية. أيمن مساء الخير ومرحبا بك، زعما نقولوا احنا مرحبا برواحنا بحذاك، ولا أنت مرحبا بك في الجولة؟ كيف كيف، مرحبا بك جمال، ومرحبا بالساده المستمعين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نوجه لهم تحيه، الناس الكل في تونس وخارج تونس. بالطبيعه ايمن، احنا جينا من حسن الصدفه نتاعنا انه جينا وحضرنا على لقاء كبير اخر مع ريال مدريد بعد ايمن عبد النور وبرشلونه. ايمن عبد النور ولقاءات اخرى حقيقه يمكن ما تابعوهاش برشا جمهور رياضي، ديما في تونس يركزوا على برشلونه وعلى الريال، يركزوا على ميسي سواريز وايضا نيمار وايضا رونالدو. يعني من حسن حظنا حضرنا على لقاء كبير ايمن عبد النور لعبه مع ريال مدريد، للاسف انت ما كملتوش، اما خلينا نحكيو على البريود اللي لعبت فيها على الاقل. والله صحيح، كيما الناس كل فما شكون تفرج وفما شكون ما تفرجش. البارح كان نهار الاحد برحت له، كان ماتش معناها امبورطون بالنسبه لريال مدريد ولا الفالونس، باش بالنسبه لفالونس باش نحسنوا الترتيب نتاعنا اللي عملنا ديبي سيزون معناها مش باهيه. في الاخر اون سي راتخابي شويه والحمد لله رجعنا خير من ديبي سيزون. وريال مدريد ماك تعرف نهار الاحد اذا كان يعملوا نيل ولا يخسروا باش يكونوا معناها مش يكونوا الثانيين ولا الثالثين، لكن حطوا كل شيء. لعبوا زادا ماتش كبير هما، دونك مبروك عليهم الفوز. نحن قدمنا مباراة طيبة وإن شاء الله القادم خير بالنسبة لجمعيتي. بيرسونيل مو معناها نحب نقول معناها كنت بديت الماتش، خرجت في دقيقة 44 على أثر إصابة في الكودبي ام تي اي، تعمل ديتونت، ضربت اني وصاحبي كي هبطت على 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 ساقي، دونك تلويت شويه. ان شاء الله لاباس، عملت الفحوصات اللازمه. ان شاء الله بقدر ربي 5 ايام جمعه ان شاء الله ونرجع نلعب الكره ان شاء الله. ماكش محظوظ دائما مقابلتك كبار تضرب فيها، ضربت مع برشلونه وزدت ضربت مع ريال مدريد. هل انه برشلونه ليه مش ضربه ماك المناوشه اللي بيانسو ماك تعرف ديما الكره فيها دفاع بدني كبير، فيها برشا دي دويل وكل شيء، ديما يملعبي متعرض للإصابات كيف هكا، لكن الحمد لله ديما نقولوا كي تجيب خف الأضرار ديما أحسن. فهمت أول حاجة ساعة حتى كي قبلناك اليوم ما زلت هكا ساقك ما تعرفش عليها بالكدية، يعني ما تخوفش يعني إصابة حسب معلومات عندي أنك ربما حتى المقابلة الأخيرة مش لعبها ما جوسي بانكوغ نو، خاطر المقابلة نهار الجمعة دونك ما فماش برشا وقت نتاع ريكوبيراسيون، لكن سيت اون معناها اون تورس ان شاء الله بشويه بالدواء بالبريباراسيون مع الطبيب ومع الكيني ان شاء الله نعمل ايديوكاسيون بيا وان شاء الله نرجع في اقوى في اقرب وقت. شنو سر تألق يا عبد النور في اللقاءات الكبرى؟ هل انه احنا مش نتابعوا في اللقاءات الكل ولا خاطر احنا تونس سلطوا الاضواء على برشلونه والريال ايمن؟ والله شو نقول لك جميل، راهو في الليغا لهنا المباريات الكل صعيبه الحقيقه، معناها انت تلعب شوف ليفانتي البارحة الأولى ربحت أتلتيكو مدريد معناها 2-1 وليفانتي سقطتها، والأتلتيكو مدريد معناها معنية باللقب معناها فهمت، كانت نجم تكون حتى آخر جولة عندها برسنتاج معناها صحيح اللي هو صغير، لكن كانت نجم تهز الشامبيونا، خسرت مع ليفانتي. دونك أيمن عبد النور معناها عديت برشا ماتشات باهية الحقيقة، كونتر سيفيا لوروتور، كونتر برشلونة، ريال مدريد، وزاد عديت ماتشات زاد محترمة كونتر إيكيبات ما بين قوسين أقل شوية مستوى وعديت زاد مباريات خايبة اللي تعرف ملاعبي متاع كورة ماهوش ديما معناها يقعد ديما 100% ساعات، واحد كي يطيح في ماتش اللي يلزمو معناها يشغل تخاف الماتش اللي بعده. وبالنسبة لي يعني الحمد لله يا ربي معناها العام نتاع سنين موش كيما نتاع موناكو، عامني والخاطر فيها تشامبيونز ليغ وفيها اونيتي معناها تخوازيام ترجعنا تشامبيونز ليغ مع فالونس، بدلنا معناها سيتيوناني معناها اكسيبسيونيل، بدلنا تخواز انترونور جوالات جدد،
كل لونترينور يجي يقعد شهرين ثلاثة ويمشي. دونك معناها بالنسبة لي يعني عملت اون سيزون معناها محترمة سوغ لو بلون معناها بيرسونيل. كنت حاضر في المباريات الهامة. ان شاء الله بشوية بشوية واحد يزيد يتأقلم ويزيد يعطي ما عنده أكثر. بالون جمعية كبيرة. الليغا معناها من أحسن البطولات موجودة في العالم. دونك جي فرونشي أن باليي بالنسبة لعمناول ولد عمناول. ان شاء الله نزيد معناها نزيد نتألق وبقدرة ربي معناها نزيد نعاون صحابي أكثر. وبالنسبة لي يعني أنا معناها في السيزون هذيا معناها جو سوي ساتيسفي بها. باش نرجعوا من نحكيو على الليغا الإسبانية، ما باش نخليك تسمع الناس شنو حكاو، لأنه خرجنا للشارع وسألناهم قلنا لهم قيموا لنا أيمن عبد النور في الليغا الإسبانية، شنو رأيكم في كارير أيمن عبد النور؟ شنو رأيكم في المقابلات اللي عدي فيها أيمن عبد النور في الليغا الإسبانية؟ فرحانين ولا لا؟ شنو أبرز الاستنتاجات؟ شنو أبرز الأسئلة اللي تنجم تطرحها لأيمن عبد النور؟ على كل نتابعوا مع بعضنا الريبورتاج اللي أمنوا زميلنا أحمد رتيبي في سوسة، وتعرف يعني الناس قداش مغرومة بالليغا، وخاصة بك أنت يا أيمن قداش تبعوك والكلام اللي قالوه فيك، هاو نسمعوا مع بعضنا.